أنا بنت من البنات وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. لمتنا الحلوة النهاردة فيها مروة وفيها نور. ازيك يا مروة؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا مها. ولمتنا الحلوة النهاردة حلوة بجد علشان انت عشان احنا مع بعض. لا احنا عشان بس عشان, فينا عشان كلنا مع بعض. ربنا يخليك تسلموا لي يا رب. أعزائي المشاهدين الحقيقة النهاردة هنتكلم عن تحدي جديد. دايما بنتكلم عن تحديات الأسرة المصرية وتحديات المرأة المصرية. النهاردة هنتكلم عن النجاح في حياة المرأة المصرية. النجاح عموما حاجة مش سهلة. النجاح بيحتاج مجهود وبيحتاج إصرار وبيحتاج عمل. التحدي بالنسبة للمرأة بيبقى أصعب شوية من الرجل. معرفش دي وجهة نظري طبعا هاخد رأيكم في الكلام ده. بس بقول ان دايما الست بيبقى عندها تحدي في العمل والنجاح في العمل في نفس الوقت التحدي في ان هي تنجح في أسرتها وتربي جيل جديد وتكون زوجة صالحة وأسرتها دي تكون ازاي تقدر تعدي بيها لبر الأمان. فعشان كده بقول دايما الست صعب شوية النجاح في حياتها العملية مع حياتها الاجتماعية والأسرية. أنا كلامي صح ولا غلط؟ لا طبعا في يعني كل كلامك صح. هو في البداية قبل ما أي ست في الدنيا ممكن بتواجه أي تحدي عشان توصل لنجاحها النجاح زي ما أنت قلتي فعلا بيبقى صعب جدا حتى على الراجل. ما بالك بقى الست بيبقى صعب عليها جدا النجاح لأنها بتواجه مسؤوليات كتيرة جدا في المجتمع حواليها. في ممكن يكون جوزها مش عايزها توصل لدرجة النجاح اللي هي عايزة توصل لها. في ممكن أسرة جوزها تكون مثلا تقول له إيه ده، هي ممكن لو عندها طموح ممكن تبقى أعلى منك، ممكن ناس تانية تحبطها ومن غير ما هي كمان تكون واخدة بالها إن ده إحباط، ممكن يكون هو مش عايزة يعني مش عايزها تنجح. فدي أمور كتير جدا بتخلي التحديات دي يعني تخلي الست تفشل أو يجي لها إحباط أو تتعب نفسيا جدا لأنها كمان عندها شيء صعب جدا لازم تنجح فيه اللي هو إيه، الأمومة، الزوجة في البيت، عندها بيت ومسؤولية وعيال، ولو كانت مثلا عندها شغل مثلا بتشتغل فيه فلازم بتفكر في كل ده يا نور، ولازم تعمل موازنة، ولو كمان الجزء المالي ده بيضغط عليها أكتر إنها مش عارفة طبعا تتحرك. صح. وطبعا بيبقى في تحدي للمجتمع كله لأن المجتمع كله في الوقت ده المجتمع اللي هم المحاطين بيها والناس بقى عموما دايما بيشوفوا إنه الست اللي ممكن تكون ناجحه في شغلها او وصلت لدرجات عاليه في شغلها بطبع مجهودها واصرارها بيبقى ممكن يتهموها ان هي اكيد عندها خلل في بيتها، اكيد عيالها مش مهتمه بيهم، اكيد حته التاكيد دي ده بيبقى تحدي في حد ذاته للست، بيبقى ما بينها وما بين نفسها انا عايزه انزل وانجح في شغلي واحقق في مجالي حاجه كويسه ويبقى ليا في قيمه، وفي نفس الوقت في بيتي لازم يكون مظبوط وولادي لازم يكونوا كويسين زي ما قالت طبعا مها انه نوصل بالولاد لبر الامان وبالبيت كله بالولاد وبالزوج لبر الامان لانه مراحل العمر بتختلف والست لازم تركيزها بيختلف برده مع الاولاد، سن الصغير حاجه وسن المراهقه حاجه وسن الشباب حاجه، ده كله بيأثر على الست. نيجي نتكلم عليها بقى نشوف الناحيه الثانيه نحس ان هي سوبر هيرو انها عرفت تنجح هنا وعرفت تنجح هنا. طبعا بعض النماذج يعني اللي بتثبت لنا الكلام ده ودي حاجة تخلي الواحد يكون عارف انه الست تقدر تعمل كل حاجة. هو بلا شك ان الست تقدر فعلا، واللي عايزة يعني القي الضوء عليه هنا ان مفيش ست بتنجح في حياتها العملية الا ما بيكون وراها رجل بيسندها وبيدعمها وبيشد من ازرها زي ما بنقول. رجالة كتيرة جدا ممكن تحبط الست، انما الراجل الداعم على فكرة هو كسبان. على فكرة مش دايما الست اللي بتقعد في البيت بتريح الراجل، ساعات بتبقى فاضية ومحتاجة اهتمام بقى، وان هو اول ما يرجع من شغله تبتدي بقى هي قاعدة طول النهار فاضية في البيت عندها مشاكل في بيتها، فبالتالي بتبقى عايزة ترغي معاه تتكلم معاه تحكي له عن المشاكل اللي واجهتها، وبالتالي الزوج ساعات بيحس ان ده عبء، انا جاي بقى من شغلي مش مستحمل اسمع كمان مشاكل البيت وحصل ايه في البيت ومشاكل الولاد ومشاكل مش عارفه ايه. ف
ساعات لما هي كمان بتخرج للشغل الاثنين مع بعض بيرجعوا كل واحد عايز يحكي للتاني حصل ايه في شغله، نفسي اوصل لايه، انا حصل لي الفتره دي كذا بس كان انا هعديه بكذا. فالزوج دوره مهم جدا لما بيكون داعم في ان الست كمان هي تنجح، زائد ان احنا بجد في زمن محتاجين قوي ان الست تكون بتشتغل. يعني كلنا متوسطي الحال واللي فوق شويه واللي تحت شويتين وكل دول كلهم محتاجين ان العنصرين بتوع البيت يبقوا بيشتغلوا، الست والراجل كل واحد بشكل ما. لو هي حتى بصوره او باخرى ما ساهمتش في فلوس في البيت نفسه الا انها على الاقل بتعمل حاجات لنفسها، هتحس بنفسها، هتشيل مسؤوليه نفسها. يعني في بعض الحاجات اللي هي محتاجاها لنفسها هتشيلها عن كاهل زوجها ماديا، فده برضو بيخفف عنه عبء. زائد ان الست بطبيعتها من النوع اللي بيحوش، يعني عارفه ازاي اللي هو ايه، حتى لو هو اداها المصروف وهي كان عندها شويه فلوس هتلاقيها محوشه عشان تغير الستاير، محوشه عشان تجيب انتري جديد، عشان تنجد، عشان تعمل مش عارفه ايه، فاكيد الاثنين مع بعض بيدعموا عشان تشارك بيها. عايزه اقول لك ان الراجل السوي والناجح بس هو اللي فعلا بيدعم المراه او بيخليه دايما يكون ظهر وراها ويساعدها ويبقى دايما بيساندها، فدي حاجه مهمه جدا. وعايزه اقول لك برضو لكل الناس اللي بتشوفنا والرجاله طبعا اللي هم كلهم على راسنا، الست بيبقى عندها ارتياح نفسي وهي بتشتغل، حتى لو بتشتغل شغل بسيط بس بيبقى عارفه معها كده عندها احساس مرضي، مبسوطه، سويه، نفسيتها هاديه. زي ما انت قلتي بيحصل مشاكل عصيبه وكبيره جدا لما يكون في على طول الست عندها فراغ كبير والفراغ ده دايما بيطلع على الزوج، فدي طبعا مشكله كبيره جدا بتواجه مشاكل اسريه بالظبط، وبتكون طبعا قدام الولاد، فدي طبعا بتبقى عواقبها بتكون وحشه جدا. هم يقعدونا في البيت ويقولوا علينا زنانين ونكديين، طب ما انت اللي مقعدني في البيت هزن كده كده، طب انا هكلم الحيطه اكيد هكلمك اكيد هزن عليك. فهو فعلا لازم كل راجل يكون عارف انه الست لو نزلت تشتغل مش هتنساك ومش هترمي الولاد، لا بالعكس ده هيبقى عندها تحدي انها لازم تظبط البيت الاول وبعدين تظبط شغلها. كمان في تحدي تاني بيقابل الست في العمل بقى في الشغل نفسه، انه زمايلها الرجاله بيشوفوا حاجات كتير انها ما تقدرش تعملها، ولما بتقدر بيبقى بقى في بقى ايه نفسيات بقى وحاجات كده اللي هو دي ست وازاي تعمل وازاي توصل، مش زمايلها وبس يا نور، ساعات مديرها كمان ورؤسائها طبعا. يعني رؤسائها كمان ساعات يستكتروا عليها ان النجاح اللي هي انت ظاهره عن زمايلك الرجاله، ففي كتير فعلا كده. انت عندك حق بيها لحد ما مش بس اللي في الشغل، الناس اللي حواليها، فدايما ثقتها بنفسها هي اللي خلاص بتاهلها تقول لا انا ماشيه على الطريق السليم ومظبوط، صح، وربنا بقى بساعتها بيسهل لها كل حاجه. فدي نقطه برضو مهمه جدا انت قلتيها، الاضواء اللي حواليها او تركيزها او وصولها للنجاح بيخلي الاضواء عليها كتير. صح حاجه كمان بقول ان في ستات كتير ظروفها ما تسمحش ان هي تنزل تشتغل، يعني بحاول بقترح ان الست اللي ما تقدرش تشتغل بره بيتها في كتير جدا مشروعات بتتعمل جوه البيوت، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بيساعد كتير جدا حتى اللي ما عندهمش مقدرة ان هم يعني مقدرة مادية او ما فيش مشروع معين في بالها او كده، بيساعدهم ان هم يعملوا مشروعات، المشروعات دي بتنجح وهي قاعدة في بيتها. ليه؟ ساعات بيبقى عندها طفل صغير مش قادرة تسيبه دلوقتي، مش جاي لها قلب توديه الحضانة زي ما بنقول، مش جاي لي قلب دلوقتي ان انا اوديه الحضانة، او مش ما عنديش الامكانيات ان انا اجيب له دادة تقعد بيه في البيت او واسلمها ابني وببقى قلقانة وببقى كده عشان انا اروح شغل. الفكر بيطاردها طبعا في دماغها. ياما مشروعات بقى عندنا، مشروعات كتير جدا، واذا كنتيش انت بتفكري جهاز تنميه المشروعات ممكن يفكر لك ويديكي المشروع اللي ممكن وانت قاعده في البيت تنجحي بيه. ابسط الناس ستات بيوتنا المصريات الجمال اللي طبخهم عامل فينا مشاكل وبيوصلنا لاحجام فظيعه، بيطبخوا وبيعملوا اكل مجمد وبيعملوا حاجات وبيبيعوها للسوبر ماركتس والسوبر ماركتس بتسوقها ليهم. الفكر هو اللي بيأهل ان انت توصلي لاي باي مشروع صغير. وعايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، احنا كستات مصريات
عندنا فنون رائعه جوانا من اول جدتي وجدتك اللي كانت ماسكه تريكو ولا كانت بتطرس حاجه ولا كانت بتعمل حاجه بسيطه والناس وتهديها لجارتها. النهارده الحاجات دي بتتعمل ايه يا نور؟ بتتباع، سواء بتعمل مثلا حاجات اكسسوارز، حاجه بسيطه، بتطرس حاجه، بتعمل اكل زي ما انت قلتي وبتعرضه في اكتر من صفحه. بالزبط. فكلنا عندنا اللمسات الفنيه الجميله والحس الفني اللي خلانا فعلا ان احنا نوصل، والاعمال الفنيه الصغننه دي ممكن تخلينا ان احنا نوصل ونبقى عندنا مشاريع صغيره زي ما ما هي. بالظبط. هي كل ست لو خدت بالها من الموهبه اللي جواها واشتغلت عليها. كم ست دلوقتي عندنا يا نور فعلا مميزين كمان جدا كلهم بيعملوا تريكو زي زمان؟ لا هو مش كتير، يعني مش زي اكيد زمان. كلنا لبسنا بلوفرات كانت معموله بالتريكو، وكان كلنا ماماهاتنا عندها الابر التريكو، كلنا كل البيوت كانت كده، والكروشيه والحاجات دي. دلوقتي بقى قليل جدا. في ستات بتعملها كده يعني كمصدر دخل، انما كلنا، ان انا اعرف او انت تعرفي، ما فيش حد فينا يعرف. انا اخري بعرف اعمل السلسله، يعني انا لحقت السلسله، عارفين السلسله ده غرزه السلسله دي، بس اللي بعرف اعملها. مرتي يعني برضو يعني كنت بشوف انه مامتي مثلا كانت بتقعد تعمل حاجات دي وحاجات كتير وحلوه ومفارش وحاجات كده، كل الحاجات دي كانت بتعزز نفسيتها، وده يمكن انا بقيسه على ستات تانية كتير، انه هي كانت ست بيت، ففكره انها تعمل حاجه وتشوفها تشوف النتيجه بتاعتها. أيوة. فاي ست في الكون بتبدع حاجه وبتشوف نتيجتها وبتشوف الاكله، لما بيقولوا لها تسلم ايدك بتبقى طايره والله. بتبقى سعاده، ده بالنسبه لها انجاز. بس احنا بنتكلم عن الست بقى اللي بتقابل تحديات فعلا كبيره قوية. يعني ايه من وجهه نظركم اقوى التحديات اللي بتقابلها المراه العامله؟ اقول لك انا، الراجل. الراجل نمره واحد اقوى تحدي، لان هي هو بالنسبه لها اول نجاح. الراجل عموما ولا تقصدي بالراجل الزوج؟ لا، الزوج طبعا. الزوج. لان هو اول نجاح، هي بتحب ان هو ترضيه وتحقق النجاح اللي هو ايه، الحياه الزوجيه. من بعد بقى الحياه الزوجيه، او سواء كانت خطيبته او مراته، بعد كده بتفكر في النجاح الثاني اللي هو الاكبر، النجاح اللي انا عايزه انجح في شغلي، انجح في حياتي، ادور على مشروع صغير اوصل. خدي بالك النجاح مش مقياس لشغل بس، في ناس علاقاتها كبيره دي نجاح بالنسبه لها. في ناس هدفها انها توصل لمثلا لدرجه علميه معينه، سواء في كليه او في دراسات بتعملها، ده نجاح بعينه طبعا. فاحنا بنشوف ان الراجل هو الدعم زي ما انت قلتي، والسند اللي بيخليها توصل، بيبقى في دايما موازنه بينهم. والكلمه الطيبه زي ما انا قلت هي اللي بتخلي الروح المعنويه عاليه جدا، والنهارده انا اقدر احقق اي حاجه عشان انا ورايا ظهر ورايا دعم. والبيت نفسه بيديكي احساس مرضي ان انت عايزه توصلي فهتوصلي. تمام. طب احنا معانا اتصال تليفوني، سعاد. الو يا سعاد. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي لي يا سعاد، انت عامله ولا ست بيت؟ انا دلوقتي معيش، بس انا كنت عامله. كنت عامله؟ طب قولي لي، الحياه فرقت معاكي ما بين ما كنتي بتشتغلي وبعد ما قعدتي في البيت؟ كتير. ايه بقى حسيتي بايه الفرق؟ يعني حسيتي انك احسن ورقتي بقى وفقتي لنفسك، ولا بالعكس حسيتي ان انا مفتقده ان انا اعمل حاجه في حياتي؟ لا، هو طبعا في فقدان ان انا اعمل حاجه في حياتي، بس هو كل مرحله بيبقى لها مميزاتها يعني. بس مرحله الشغل نفسها، وخصوصا في مصر، او انا اشتغلت في مصر وبره مصر يعني. ايوه. الشغل في مصر بيبقى عبء على الام في كل حاجه. يعني الام هي متحمله مسؤوليه البيت كامل والشغل. ايوه. انا شفت مثلا نماذج بره، ان الراجل والست لما بيخلفوا بيشوفوا راتب، وبيبقى في طفل عايز عنايه، بيشوفوا راتب مين الاقل، وهو اللي بيقعد في البيت سواء الراجل او صح. الست. صح، ده حقيقي فعلا. بيقعد في البيت. أيوة. وهو اللي بيراعي الطفل، بيقوم بمهام البيت كامله. ومفيش اي ضغينه، مفيش اي يعني حساسيه او كده يعني. لا، هما انت بتقوم، هي بتقوم بدور وهو بيقوم بدور. بس بيختاروا الافضل. يعني الافضل ايه؟ راتبك هو اللي هيكفي ان انا اقعد، ولا راتبي انا اللي هيكفي؟ احنا طبعا ما عندناش الكلام ده خالص يعني. طب قولي لي، انت بالنسبه لك كان زوجك داعم ليكي في شغلك؟ بس طبعا ما كانش بيعمل اي حاجه في البيت. فانت كان عليكي الدور دورين، دور الزوجه كامله طبعاً، ودور المراه العامله كامله. طبعا. وبعدين لو في اطفال كمان صغيرين، ما فيش يعني ما فيش اي معونه غير ان انت
تستعيني بمعونة خارجية، انك تجيبي حد يشتغل عندك في البيت، او انك تجي تودي بنتك او ابنك حضانة بتدفعي لها فلوس او كده. انما فبيبقى عبء مادي تاني. عبء مادي تاني طبعا. وعبء عليك انت شخصيا، يعني انت لو الطفل مع امه او مع ابوه او ابوك فانت مطمئنه. انما مع حد غريب او مزبوط. خصوصا في الفتره الاولانيه يعني بتبقى صعبه عليك انت نفسيا يعني. طب انت عندك اولاد؟ عندي اولاد كبار يا سعاد، يعني اتجوزوا؟ لا ما اتجوزوش الحقيقه، لسه ما اتجوزوش. خلصوا الجامعه بتاعتهم ولا؟ خلصوا الجامعه. خلصوا بيشتغلوا؟ عايزاهم يكملوا بعد ما يتجوزوا، يعني يكملوا شغل عادي، ولا في حد فيهم بيفضل ان هو يقعد في البيت؟ لا طبعا انا عايزة الشغل مهم جدا جدا للست طبعا. لشخصيتها يعني، هي لشخصيتها، وكمان بالزبط. هو الحاجه المضمونه. انت ما تضمنيش العلاقات الانسانيه دلوقتي. مظبوط صحيح. يعني انت تضمني الشغل عن العلاقات الانسانيه. هيقولوا ان الست ما يعني ما يبقاش في سوء نيه في الاول، ما يبقاش في لا هو انت ما تضمنيش ظروف الحياه بصرف النظر عن يعني بعد الشر الطلاق. بعد الشر ما حدش ضامن عمره حقيقه، ما حدش ضامن ان جوزك نفسه ممكن يحصل اي ظروف في شغله يقعد في البيت مثلا فتره. دي حقيقه. طب انا هقول لحضرتك، في حد بيساعدني في البيت. هي اللي بتشتغل وجوزها ما بيشتغلش، ومع ذلك عايزه تقعد من الشغل. ده كلهم حضرتك يعني يعني كل اللي بيساعدونا في البيوت، انا شايفه ان 90% منهم فعلا هم اللي بيشتغلوا والازواج قاعدين في البيت. انا مش عارفه ليه. احنا بنشكرك يا سعاد جدا. هناخد بقى راي استاذ عبد الواحد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الواحد اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك قول لي ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، التحديات اللي بتواجه المراه في نجاحها، ايه رايك في الموضوع ده؟ طيب حضرتك الاول اعرفي مين انا. انا الحاج عبد الواحد طلقان، انا فلاح ومن المحله الكبرى. اهلا وسهلا بيك. بلدياتي على فكره. وهقول لحضرتك على حاجه، وعلى فكره أنا واحد من أبناء القوات المسلحة اللي عبر القناة أكتوبر 73 وحطمنا خط بارليف وحررنا الأنطرة الشرق. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيب. وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. عايز أقول لحضرتك على حاجة بقى. اتفضل. المرأة التحديات اللي بتقابلها مفيش حاجة، ده في رأيي. أنا معايا زوجة هي عندها 68 سنة وأنا عندي 73. زوجتي ده هي كان العامل الأول في النجاح إن أنا عبرت القناة واقتحمنا خط بارليف وكذا، لان هي كانت واقفه ورايا. الدعم نفسه، الدعم اللي بتكلم عليه. ما انا بقول لحضرتك زوجتي ده بقى لي 50 سنه متجوزها، هو متجوزها وانا في القوات المسلحه لغايه هذه الساعه، ما زعلتنيش لحظه ولا قالت لي اي حاجه تزعلني خالص على الاطلاق. يعني ربنا يبارك لك على الهوا. طب هي ما حاولتش ولا مره تفتحك انها عايزه تشتغل مثلا ولا اي كلام ده خالص؟ ده هي فلاحه. ده هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بحارب وهي اللي بتشتغل في الارض وهي اللي بتحلب. يعني اللي هو ده احلى شغل، ده طبعا بالظبط ما بتشتغل، ده شغله كبيره جدا. ده هقول لحضرتك على حاجه، ده انا لما طلعت من القوات المسلحه اشتغلت عامل، كانت بتيجي تساعدني في نظافه المدرسه، كانت بتيجي تساعدني في نظافه المدرسه كمان. الو، ايوه يعني احنا مع حضرتك. مرأة حديديه زي ما بنقول يا فندم. بص هقول لحضرتك حاجه، ولذلك هي خلتني وانا شغال في المدرسه، ذاكرت سنه سته ابتدائي منازل وقريت في الكتاب القراءه. شوف المراه عندي نظريتي فيها ايه. قريت في الكتاب القراءه، انظر لتلك الشجره ذات الغصون النادره، كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره، وقل من ذا الذي اوجدها في الارض مثل الشرره، ذاك الله، ذاك هو الله الذي انعمه من امره. تخيلي ان انا جيت ابحث في الارض عن الشجره دي، فلقيت الشجره اللي الشاعر اتحدث عنها ده هي المراه المصريه. طبعا الله طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا، وحضرتك فعلا نموذج لكل الرجال المصريه، وست حضرتك وزوجتك طبعا من الامثله المشرفه الجميله، ان هي وقفت ورا جوزها من اول ما اتجوزوا وفلاحه لحد دلوقتي، فطبعا ده مثال. وهي اللي فلحت في الارض، يعني كانت بتشتغل بالظبط، وكانت بتسنده. هو بطل من ابطال حرب اكتوبر، والكلام ده مهم جدا يا جماعه ان احنا نسمع الكلام ده من رجل بهذا العمر والخبره، يعني دعم من الست ومن الراجل، فدي حاجه مهمه جدا. وكان ممكن يقول انا ممكن يقول انا بطل وما يحسش على فكره بمراته، وقال هي اللي دعمتني، فدي نقطه مهمه جدا طبعا. طيب ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع ليكوا تاني ولمتنا الحلوه، انتظرونا.